السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما كده منورين قناتي. النهارده هنعمل بقى مع بعض السردين البلدي. صينية السردين كده في الفرن هتعجبكم قوي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا معايا سردين غسلاه كويس بالملح والدقيق ومنضفاه من قلبه كده، فاتحه قلبه ومنضفاه وغسلاه كويس وقطع الراس بتاعته بالشكل ده. ومعايا بقى بصل حلقات وطماطم وفلفل رومي وقطعهم حلقات كده، وبطاطس طبعا معانا هنعمله بطاطس من تحت بتديها طعم حلو قوي مع السمك، بتبقى حلو قوي. ومعايا فلفل دقاب توم، ومعايا ليمون، ومعايا كرفس وبقدونس. انتي بقى زي ما تحبي، عايزه تحطي كزبره، عايزه تحطي بقدونس، عايزه تحطي الاتنين مع بعض. انا هحط الكرفس مع البقدونس الاتنين مع بعض. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. هنجيب بوله فاضيه ننزل عليها بدقة الفلفل بتاعتنا دي، معايا عصير الليمون، هنحط بقى ايه شوية بقدونس على كرفس كده. طبعا الفلفل ده انا دقته توم، حط فيه توم عشان السمك، قلبهم مع بعض، نحط عليهم شوية زيت. هنقلب ايه الخليط الحلو ده معانا، نحط شوية تاني كرفس، ننزل بقى ايه بالتوابل بتاعتنا، نحط معلقة كزبرة، معلقة كمون، نحط معلقة ملح حلوة كده. نقلب بقى الخليط بتاعنا ده اللي هنتبل بيه السمك. سمك البلدي ده حلو قوي، مش غالي، ده الكيلو ب20 جنيه ورخيص وحلو. بصوا هنجيب البطاطس، بصوا انا مقطعه البطاطس رفيعه جدا كده عشان طبعا السمك السردين ما بياخدش سوا في الفرن، يعني ايه ما بيستوي بسرعه. هنرص البطاطس في الصينيه. جبت صينيه اهي، نحط فيها البطاطس بتاعتنا، ننزل شوية من الخليط اللي احنا عملناه ده على البطاطس. شوية من البصل والطماطم والفلفل شوية كده صغيرين، والباقي نحطه على الوش. بصوا هتدوقوا صينية سمك بجد في الفرن تحفة. ناخد بقى السردين بتاعنا، نحط عليه ايه من التتبيلة بتاعتنا دي ونرصه في الصينية. خلي بالك كنت بتنضفي السمك ده عشان ايه بيتهري على طول، يعني ما تسيبوش في الميه كتير. يعني انا غسلته بيديه على طول وحطيته في مصفى يصفى من الميه بتاعته خالص، مش هياخد وقت معانا في الفرن لانه بيستوي على طول. نحشي كده بالتتبيله بتاعتنا الحلوه دي والرص زي ما انت بتحبي، الرصه اللي انت تحبيها. في ناس ما بتفتحش القلب بتاعه، بس انا بصراحه بحب افتح القلب وانضفه من جوه واشيل الراس بتاعته، بيبقى شكله حلو كده. بص كل السمك كده
طبعا انا عملت لكم حلقه السردين المخلل قبل كده، ما بيتخليلي برضو بيبقى جميل قوي، يعني في صينيه في المخلل الاتنين حلوين قوي. ممكن نقليه كمان، هبقى اعمله لكم مره مقلي في حلقه هيعجبكم قوي. بس انا خلصت كده كميه السردين كلها، هنجيب بقى بقيه البصل والطماطم دي هننزل عليهم بالتتبيله دي اللي كنا حاطينها على السمك، ونقلبهم كلهم في بعض. نجيب كده بايدينا كده، نحط بقى ايه على وش الصينيه بتاعتنا. انا شغلت الفرن، هنحطه على الشبكة، ما نحطوش في الأرضية من تحت عشان ما يتحرقش معانا. جبت قطعت الليمون بقى طرنشات، ونحطه كده على السردين. طبعا السردين بيحب الليمون والكمون، اي نوع سمك ليمون وكمون يديله طعم حلو قوي. هندخلهم بقى الفرن واوريه لكم ان شاء الله اول ما يخلص. بصوا صينية السمك خرجت من الفرن اهي، خدتش تلت ساعة بالظبط في الفرن وكان استوى معانا. مش قادرة اقول لكم جمالها ولا ريحتها، ريحتها بجد روعة. جربوها بالطريقة دي صدقوني هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك كتير عشان الفيديو يرتفع، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. ومنتظرة تعليقاتكم الحلوة اللي بتدعمني على طول. يا رب الفيديو يكون النهاردة عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد. يلا باي باي.